حان الوقت للهدف الأول لإيطاليا في هذا المونديال. الكرة لبيرلو تركها جميلة، كاندريفا يلعب كرة لإيطاليا. حتى وإن لم تحصل على فرص كثيرة تعرف طريق المرمى، يعرفون كيف يسجلون الطليان، يعرفون كيف يصلون. جميل، الله يا بيرلو، الله يا ماركيزيو. إيطاليا أولا، إنجلترا ثانيا على مستوى النتيجة. نقول حتى الآن بهدف ماركيزيو، هدف أول لسكوادر أتزورا. الأتزوري هدف منتخب الأسود، الثلاثة لا شيء. وانطلق جيرارد، لمسة بالخطأ، رحيم وسط الملعب، تحرك من جانب روني، خطيرة من جانب ستيرلينج، يلعبها لمسة جميلة للجول، دير بوي روني عم يسار، عرضية جميلة، هدف تعادل. انجلترا تعود وامازونيا تنفجر، واللقاء يشهد إثارة أكبر. الله على كرة روني، الجولدن بوي جميلة، ودانيال بمنتهى الروعة، بمنتهى الروعة من ستارج. بناء الهجمات، كرة ممتازة على جهة اليمين، كاندريفا، مرور جميل، كاندريفا، عرضية جميلة وخطيرة من راس، يعرفون كيف يتقدمون مرة أخرى. الله يا سوبر، بالوتيلي جميلة جميلة، كاندريفا عرضية، بالوتيلي، عادوا للتقدم مرة أخرى، للتألق مرة أخرى.